عليكم. اليوم نعاود نرجع إلى المشروع تاع القطب الجامعي الجديد في مدينة قالمة بهذه الصور، واللي قطب يعد واحد من أكبر الأقطاب الجامعية في الشرق الجزائري، حيث سوف يتسع ل 12,000 مقعد بيداغوجي، وسوف يتم تسليمه على ثلاث مراحل. إذا في ثلاث سنوات يعني القادمة ابتداء من السنة هذه. إذا هنيئا لطلبة ونتاع الولايات الشرقية بهذا الإنجاز الجامعي، هذا الصرح اللي أكيد سوف يعزز المنظومة الجامعية في الجزائر. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.